ورد في ذهنكم احمد فتحي؟ احمد بصراحه فتحي، يعني احمد فتحي طبعا طبعا، يعني احمد فتحي من يعني من ضمن الناس اللي كانت موجوده معانا قبل كده، يعني من ضمن الناس اللي كانت موجوده معانا قبل كده. اه يعني يعني موجود في القوامة ال 40 50 اللي بتقول عليهم، لما ولا المره دي ما جاش في الذهن؟ لما بتتفرج على الماتشات بتحط اولويات عندك، ووارد ان يكون كان احمد فتحي موجود يعني. طب مين باك رايت انتوا كان في حساباتكم؟ كان محمد هاني؟ في كتير يعني، في محمد هاني وفي عمر وفي احمد توفيق وفي احمد توفيق كان معاكم المره دي؟ لا مش 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 كان معانا، انا بقول في يعني آه لما في بتيجي آه بشكل عام، بشكل عام. وفي بكار وفي احمد فتحي وفي علي فوزي في ام بي، يعني في لعيبه كتير. طيب عايز اسالك سؤال برضو صريح شويه. رمضان صبحي، تمام، رمضان صبحي هو اتقال انه في مجامله لبيراميدز، برغم ان انا مش موافق على الجمله دي، لانه الكابتن حسام قبل كده استبعد سته من بيراميدز لما ما جوش في الميعاد وحاجات، وانا ساعتها حتى بدايه لومته في بدايه المعسكر. بدايه المعسكر قلت له يعني المهم رمضان هيلعب الماتش الجاي بتاع الرجاء، تمام، ان شاء الله يعني، ونزل التمرينات والقصه كلها بتتكلم في يومين ثلاثه اربعه فرق، تمام. فخلينا نكون واقعيين برضو شويه، اشوفها انا اصابه سياسيه شويه. اوكي، انتوا شايفينها ازاي؟ انا ما اقدرش يعني، انا ما اقدرش اتعدى الطبيب. يعني انا كجهاز فني هل بعتوا كشفتوا عليه؟ انا هقول لحضرتك اللي حصل. يمكن في مستشفى جنب المطار الدكتور ابو العيله بيتعامل معاها، واللعيبه كلها يعني لما في اشاعه او في حاجه بتعملها في المكان ده. اوكي، فيمكن رمضان اليوم السفر كانوا راجعين من تنزانيا، طلع من المطار على المستشفى عمل اشاعه، وكان عند الدكتور الساعه 7 الصبح. يعني كان عند الدكتور الساعه 7 الصبح، اللي هو اليوم اللي احنا عملنا فيه الاجتماع لتحديد الاسامي اللي داخله المعسكر. كويس، ولما اجتمعنا في الاتحاد والدكتور كان موجود دكتور ابو العيله، دكتور ابو العيله، وتعرضنا لحاله رمضان، فكان بالكشف عليه وبالاشاعه انه قدامه اسبوعين، فكان صعب جدا. قدامه اسبوعين؟ اسبوعين، يعني تقريبا اسبوعين. وواقع الامر ما فيش اسبوعين ولا حاجه يعني. انتوا ماتش كينيا كان الكلام ده كان يوم 19. كان يوم 19 قبل المعسكر بيومين او يوم 18. انتوا ماتش كينيا كان يوم ايه؟ ماتش كينيا 25. 25، تمام، اوكي. واحنا النهارده كام؟ النهارده 30، ادي 10 ايام، ادي 5 ايام واربع ايام كمان يبقى اسبوعين يعني. مرة يعني كمان اسبوعين. هتسالني عن رايي؟ لا كان صعب يعني. يعني انت شايف انه كان صعب؟ طبيا كان صعب جدا. يعني انا كان صعب جدا. يعني انتم مطمئنين ان هو فعلا كان بيعاني من اصابه مناعيه؟ ده يعني ده تقرير الطبيب، يعني مش تقرير الطبيب، اللي هو دكتور ابو العيله. دكتور ابو العيله طبعا. دكتور ابو العيله.